انتقلنا بقى بالكلام وقلنا نفتح معاك ملف المنتخب وتحديدا رؤيتك لاداء لعيبه النادي الاهلي. تعالى نتكلم في التفصيله دي في الاول، رايك في اداء لعيبه النادي الاهلي الموجودين في المنتخب، وفكره ان انت في كتير جدا من الاحيان بتشوف كل واحد فيهم في مركز مختلف تماما عن مركزه. اكيد طبعا. نبتدي مثلا باكرم توفيق، الاصابه اللي حصلت له اول مباراه طبعا اثرت اولا علينا كنادي الاهلي، وتاني حاجه كان المنتخب. اكرم من اللي قلنا زي من اللعيبه المميزه جدا الفتره اللي فاتت، ووجوده في اي مكان بيلعب فيه اذا كان باك رايت اذا كان ديفندر من اللعيبه المميزه جدا اكرم. فاتمنى ان شاء الله يا رب الشفاء العاجل ليه ويرجع لنا بالسلامه باذن الله. نتكلم على السوليه برضه، الاداء شايف ان اداء المنتخب المصري والاقاويل الكتيره في المباراه الاولانيه وشكل المنتخب ما حدش اتكلم ان السوليه مش موجود، ما حدش حاسس بدي. اداءنا اتحسن في المباراه الثانيه بوجود السوليه، لان السوليه من اللعيبه المميزه جدا زي ما بقول لك، اللعيبه اللي بتاعت نص الملعب مظلومه اعلاميا ما حدش بياخد باله، ما حدش قال ان احنا اداءنا المباراه الاولانيه وحش عشان السوليه مش موجود. لا فعلا السوليه لما رجع لعب المباراه الثانيه شكلنا اتغير مع عبد الله السعيد مع النني، شكل المنتخب ده بيدي طعم كمان للجمل اللي بتتعمل الحقيقه. شايف برضو ان حمدي فتحي لازم يقول ليه دور اقوى شويه. حمدي اتظلم في المباراه الاولانيه، فجه قرار مستر كورش ان هو ما يلعبش المباراه الثانيه، بس هو لعب جزء من المباراه الثانيه. انا زعلان على محمد شريف. محمد شريف مع المنتخب، انا بتكلم شكل محمد شريف نفسه نفسيا مش صح، باين عليه فعلا فعلا. لما انا بشتغل مع مدير فني وحاسس ان هو مش مقتنع بيا، دي بتقللني 50%. وعلى عكس الثقه اللي اخذها من موسيماني وشفنا التالق اللي حصل. هو شكل محمد شريف من اللعيبه اللي نفسي شويه، تتعامله نفسي وتحسسه بوضعه وتحسسه ان انت راجل هداف الدوري وانت 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 وليك دور مهم جدا معايا، جايز ما لعبكش بس بالكلام وبالاحساس طبعًا. هتلاقيني لما انزل حتى لو 10 دقايق يبقى شكلي مختلف. صحيح. محمد شريف بينزل بس حاسس ان هو مغضوب، حاسه مطفي شويه، مش هو. ايوه مش هو مش هو. تحس ان محمد شريف اصلا مع النادي الاهلي بيقرب للكوره من كل كوره وعايز مشترك في كل ورق. بحس ان محمد شريف مستخبي. مش بس محمد شريف بصراحه، لعيبه كتير يعني بس انا بتكلم مع كمحمد كلاعب في النادي الاهلي. فاتمنى ان شاء الله يكون محمد شريف ليه دور اكتر الفتره الجايه، ياخد وقت اكتر شويه. اداء بقى المنتخب عامه لا مش عاجبني خالص. مش هو ده منتخب، لا ده مش منتخب مصر بصراحه. يعني انا كتبت كلمه على الفيسبوك كده، قلت احنا بنتهته، احنا بنتهته والله معبره. مش يعني عارف لما فرقه يبقى ليها شكل، فرقه يبقى ليها شخصيه قويه، شخصيه قويه طبعًا. انت فعلا فرقه بدون شخصيه، مالكش شكل، مالكش قوه، مش عارف انت هتكسب ولا تخسر ايا كان مين الخصم. خساره ان ده حاصل وانت معاك لعيبه بالكيفيه دي بالكواليتي. انا مش عارف ايه السبب، بس انا بتكلم هل هي طريقه اللعب؟ احنا عايزين ناخد بالنا ان مستر كلوش بيلعب بطريقه مختلفه عن معظم انديه الدوري الممتاز، انديه العالم. لا هو بيلعب هو بيشتغل عشان كده قفشه. احنا برضو ما حدش واخد باله من النقطه دي، وليه قفشه مش موجود معاه؟ بالظبط. قفشه مش موجود معاه لان هو بيلعب بطريقه 4 3 3 غير 4 2 3 1، يعني عنده مركز 10 ده بالنسبه له ملغي. طب مش 4 3 3 دي كانت تستدعي وجود حد زي قفشه؟ ما هو حد زي طارق حامد. لا هو بيشتغل ديفندر واحد وجنبه اثنين المفروض يبقوا بشكل معين، بس انا برضو الاثنين اللي بيلعبوا مش هم دول اللي من وجهه نظري يلعبوا، لازم اللي هاف يمين وهاف شمال يشتغلوا رايحين جايين. يعني مركز مثلا قفش اصلا مش يعني انت ممكن انت ممكن تلعب مثلا في الحته دي زيزو ممكن يشتغل فيها كويس، وممكن رمضان صبحي يشتغل في الحته دي، بس دول لهم دور هجومي دور دفاعي. لكن انت بتلعب السوليه وعبد الله السعيد والنني، الثلاثه طريقه ادائهم واحده، عشان كده ادائهم الهجوم قليل جدا، ما حدش فيهم بيزيد طريقه 4 3 3 3 دي اللي هو بيلعبها. لازم الاثنين اللي تحت مثلا لو بيلعب السوليه لازم الاثنين دول يبقوا لهم دور هجومي مهم جدا، لكن احنا ما بيشتغلوش. فهو مقتنع بالطريقه دي، عشان كده وجود قفشه ما ياخدش قفشه خالص في المنتخب. لكن لو لعبنا بنفس الطريقه بتاعتنا او حد اقنعه، بس انا عارف ان هو دماغه ناشفه شويه ومقرر الطريقه دي من زمان جدا، وحتى قالوا قبل ما يجي ان قفشه هيبقى ليه دور صعب جدا عقبال ما لو جه كروش. فهو مش هقول غرور، هقول ان هو مصمم على ادائه، مصمم على فكره،
مصمم على تغييراته؟ هو لا يعترف بآراء، يعني حتى من كلام حضرتك يعني جه في بالي فكرة هنا، هل أصلا الجهاز المعاون بتشوف إن المفروض يكون ليه دور أكتر من كده؟ لأن دي ناس كتير علقت عليها يعني. أكيد أكيد ليهم دور وبيتكلموا. يعني أنا كمساعد واشتغلت مساعد واشتغلت مدرب عام مع المدير الفني، أنا رأيي استشاري يعني، أنا بروح للمدير الفني بقول له إيه رأيك كذا كذا كذا، بس هو المدير الفني اللي بياخد القرار. فاللي بيقول كابتن هو في استماع السيد، بس بيحصل الاستماع ده يعني. كابتن نضال السيد مثلا ما بيعملش حاجه، كابتن محمد شو لا، ما هم دورهم ان هم بيقولوا، بس هم مش هيروحوا مثلا يمسكوا له بقول لك ايه انت لازم تغير، لا مفيش حاجه اسمها كده. أيه بس برضه في المقابل ما هم بيقولوا على طول، وعلى طول كلامهم لا يعتد بيه ولا يبقى ايه لازمه الجهاز المعاون بقى؟ ما هو هي بقى المدير الفني، كل مدير فني وشخصيته، في مدير فني بيقتنع بكلام المساعدين. ايوه مش الشخصيه دي لازم نشوف لها انعكاس ايجابي ما في ارضيه الملعب، في نتيجه، في لا سمح الله اداء يعني، فاهم قصدي؟ احنا بنتكلم بس على الشخصيه، عايزين نشوف لها امارات بقى. ما هي دي المشكله، ان مستر كروش عنده قناعات معينه، عنده فكر معين مصمم عليه، ما بيسمعش كلام الناس اللي هم يعني. برضو مستر كروش برضو هو ما شافش لعيبه كل الدوري المصري، لكن مثلا كابتن ضيا عارف لعيبه الدوري المصري كويس قوي، ولعيبه المنتخب، محمد شوقي عارف لعيبه المنتخب. فلما اجي اقول لك على لعيب مثلا معين بلاش تلعبه الفتره دي، بلاش، انا عارف اللعيب ده اولا نفسيا وفنيا وبدنيا وكل حاجه. لكن مستر كروش عنده قناعه يعني المباراه اللي فاتت مع احترامي طبعا مرموش من اللعيبه الجيده جدا، وكل الناس شايفه مرموش وحش جدا، والناس تقول اول تغيير مرموش، ما غيرش مرموش، هو قناعات وعنده حاجه برده. كل مدير فني وعنده فكر، انا وجهه نظر ان هو بيحط التغييرات قبل المباراه. في ناس بتعمل كده، تصدق شكله كده فعلا والله العظيم. عادي يعني مثلا ايه، مصطفى محمد هيخرج في الدقيقه 60، طب بغض النظر عن المباراه يعني بتقول ايه، المباراه رايحه فين، واحنا محتاجين مثلا انت بتنزل زيزو عشان يعمل اوفرات مثلا، في الدقيقه 60 هيعمل اوفرات زيزو، فمصطفى محمد هو اللي بيلعب بدماغه، اروح مخرج مصطفى محمد، طب مين اللي هيلعب بدماغه؟ طب انت منزل ده عشان يلعب كره عرضيه. ففي حاجات كده بتحصل نقول هو يعني، هو اكيد لان في مدربين كتير جدا بتشتغل بالشكل ده، بس هو فكر، انا بحضر التغييرات وبحضر ده هيلعب بدنيا فهيشتغل مثلا 60 70 دقيقه، ده هينزل يلعب 30 دقيقه على حسب العوامل. يا كابتن